السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم طارق نجاح. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شكرا على الوفاء ديالكم للقناة، شكرا على الدعم ديالكم للفيديوهات السابقة. اليوم ان شاء الله جبتكم فيديو جديد بالنسبة لمقاطعة كيبيك، كاين عقود عمل بالنسبة لزيفينمون جورني كيبيك. دونك خليكم معايا حتى الاخير، نشرح لكم بالتفصيل شنو هما العقود العمل وشنو هما طريقة التسجيل مع الشرح ان شاء الله كاملة. مرحبا بكم شباب، الى كنت اول مره تشوف القناه دونك خلي واحد الابوني باش دائما يوصلك الجديد، او خلي اضغط على زر الجرس باش دائما يوصلك النوتيفيكاسيون ان شاء الله والشعارات. الى كنت متابع دائما وفي القناه، شكرا على الدعم ديالك للقناه وشكرا على اللايك والكومونتير اللي تخليو دائما، هادشي تزيدني غير حماس باش تجيكم فيديو اخرى ان شاء الله في المستقبل. شكرا على الوفاء ديالكم. دونك بالنسبه لي جورنيت كيبيك الشباب او الشابات، دونك اليوم كاين واحد ليفينمون لي تري امبورطون بالنسبه للناس اللي مهتمين بمقاطعه كيبيك، كما تبان لكم انا مشو ديريكتوم على الشاشه. دونك بالنسبه لي جورني كيبيك كاينين دازو ديجا دوطخ جورني اللي ديجا شرحنا في القناه، والحمد لله توفقوا بعض الناس بعض الاخوه باش يحصلوا على عقود عمل الحمد لله. دونك كانوا في ماروك تينيزي في لو 5 جويي لي انسكريبسيون في تي اي تال لو 13 او، دونك كانوا بعض العقود العمل اللي الناس خداوهم اونتر سبتمبر و اكتوبر الحمد لله. دونك لي دازو لي زونتروتيان و تاكسبتاو في لي بوست. دونك راهم داو في اجراءات ديال لو فيزا و لو بيرمي دو ترافاي. دونك اليوم ان شاء الله مش دونك بالنسبه لهذا ليفينمون راه ديجا سالا، ديجا شرحنا في القناه في الوقت المناسب ديالو ملي تحط. اليوم لي ترونسبور ايتي راني شرحت في القناه السابقه، ولكن ماشي بالنسبه لكيبيك، بالنسبه لنوفو برانزويك. الناس اللي باقي ما شافوش الفيديو الاخير راني شرحت فيه الناس المهتمين بسياقة الشاحنات و بالنجارة والغابات و بالدواجن، الناس اللي عندهم دي ديبلوم، الناس اللي عندهم دي فورماسيون يقدروا يدفعوا، ماشي اي واحد يدفع لي زوفر دومبلوا. باش تكونوا متفقين، تيجوني دي ميساج في الانستغرام على اساس بان واش ما عنديش اكسبيريونس ترافاي، واش ممكن تدفع. ما يمكنش تدفع ليك سون اكسبيريونس ترافاي، يمكن لك تدفع سون ديبلوم الا عندك اسي ديكسبيريونس دو ترافاي ديكلاري على سي ان اس اس. هنا متفقين. لو تيست دو فرونسي سي بريسك اوبليغاتوار بالنسبه للكيبيك، لان مركزين على التيست ديال الفرنسيه. بالنسبه لنوفو براسويك تو ديبون دو لومبلويور، على حساب واش انغلوفون ولا فرانكوفون. داكور شباب، دونك هاد القضيه حنا جاوبنا عليها. دونك بالنسبه ليوما ترونسبور روتيي كيما قلت لكم هاد كيبيك راه ديجا سالا، دابا في لا فاز ديال لي زونتروتي الناس اللي ديجا دفعوا. بالنسبه للسونتي اي سيرفيس سوسيو حتى هو راه سالا، لان سالا في 5 اكتوبر. هذا بالنسبه للناس اللي زافيرميير. مي مازال واحد اخر اون لين اللي دابا راه اون لين، راه في القناه حتى هو بالنسبه للناس اللي زافيرميير راه مازال محلول ديال ايفينمون اخر، اما هذا راه سالا. دونك بالنسبه ليوما فوالا هو هذا، دونك لي سوا انفيرميير، دونك هو هذا راه سيت اون لين لو 12 اكتوبر حتى لو 5 نوفمبر. دونك هادو بالنسبه لفرنسا ما نديرو بيه، الناس اللي في فرنسا ديجا راه عارفين هاد المواضيع. دونك سينو سي اونتر لو 12 اكتوبر اي لو 21 نوفمبر بالنسبه لي انسكريبسيون، غادي نشوفو شنو هما من بعد بوتيتر. دونك بالنسبه لاتين لاميريك لاتين وسيتا هما رسالة لي انسكريبسيون. دونك اليوم اللي بقينا هو لي جو فيديو اي لي زيفي فيزيوال. دونك الناس اللي مهتمين وعندهم ديبلوم في هذا الميدان هذا، هذا البرنامج اللي كنت باش تقدر تدفع ان شاء الله، لان دازو برامج اخرى بزاف تاع لي كونديكتور ديال لي زانفيرميي ديال دواجين ديال مي لي جو فيديو اي في فيزيوال اللي هو معروفه في مونريال وعندها واحد الشعبيه قويه بالنسبه لي ديفلوبور ديال لي جو فيديو. هذه هي بلاصتك في مونريال اي فانكوفر، سو سون لي ميور بلاص في العالم. مونريال سي لا 5 ميم او مون. دونك غندخلو نشوفو. دونك لي انسكريبسيون نبداو من لو 4 اكتوبر حيساليو في لو 12 نوفمبر. لي زونتروتيان غيكونو اونتر لو 15 اي لو 21 نوفمبر 2021. دونك غنكليكيو هنايا، غادي نمشيو للشاشه التاليه. دونك سان ايفينمون فيرتويال، يعني سافا اتر اون لين اي غراتوي، ما عقود عمل بالمجان. علاش نديرو عقود عمل بالمجان؟ لان بالمجان اي فوا لاكسبتاسيون ديال لومبلويور غادي يصيفط لك عقد عمل بالمجان، ما تخلص اوكين سنت. داكوغ شباب، لان العقليه نبدلو شويه المايند سيت ديال الناس، لان باقي الناس غالطين ديال عقود عمل ديال اوروبا خصك تخلص عشرات المليون. سي ايليغال في كندا تشري عقد عمل، سوف الا كنتي مع شي بروكر ولا شي واحد اللي تي خلوت شي شويه، او شي واحد اللي ماشي ما تيديرهاش كوتي ليغال، باش تكونوا متفاهمين. دونك
plusieurs pays sont acceptés بالنسبة لهذا l'événement هذا. Donc, Montréal recrute en jeu vidéo un effet visuel postulé avant le 12 novembre. D'accord? Donc, Montréal, c'est là parmi les 5 meilleurs organes déjà. Donc, comment ça marche? Il faut compléter le profil, téléverser le CV en anglais ou en français. Donc, ماشي مشكل واحد فيهم فرنسي أو إنجليزي. Et postuler aux offres ci-dessous. Cliquez sur la case pour participer à l'événement de recrutement. Donc, là, cliquez pour il accepte de participer maintenant. Confirmer. Donc, les sélections entre le 1er et le 14 novembre. Les recruteurs dans le domaine ont les meilleurs CV à les sélectionner. Les entretiens sélectionnés ont un entretien virtuel. Il y a tout ce le courriel à l'assassin bien à telle date, telle heure, à l'issue de l'entretien virtuel avec l'employeur. Donc, la procédure elle est normale. Donc, voilà. Donc, conférence. Donc, pour postuler, comment postuler? Comme d'habitude, tu cliques sur postuler maintenant. Lire le fort. Allez, postuler en ligne. Il faut avoir un compte inscription si tu n'as pas un compte. Sinon, postuler en ligne. Voilà. دونك غادي يعطيك الشركات اللي مشاركه في هذا البرنامج. هاد الشركات كاملين باغين دي جون ديال لي جو فيديو اي دي زيفي فيزيوال. دونك كيما تيبان لكم 8 باج تقريبا 8 باج اي بلوس ديال الشركات اللي في الدومين ديال لا كرياسيون دي فيديو اي دي زيفي فيزيوال. فوالا وكاع شحال تاع الشركات هادو كاملين تيقلبوا على عميلة اجنبيه ما عندهمش هنا عندهم خصائص. دونك سكيل فيس ان ايفينمون لي organisé par Talent Montréal, va chez Calbo à l'aide et j'ai mis Khairish Canada ou Khairish Québec, bien sûr. Donc, il y a force à dire comme là tu as ouad à monter tu vois chez les quatre dames comme troll et chez les cas maintenant ou chauffe la description maintenant un nouveau concepteur de jeu. Donc, le Hadi Kamet concepteur de jeu. Ok, on clique. Donc, un concepteur de jeu vidéo senior. Ok, à temps plein. Voilà, 6 ans d'expérience, maîtrise des principes de conception de jeu, bonne connaissance de la paradigme de l'engagement, excellente capacité à communiquer. Non, bon. Les conceptions de jeu, les compétences requises 5 à 10 ans, les histoires économiques du jeu. Bon. Nestlé domaine, on va dire plus en détail, parce qu'il faut que je cherche un homme comme expérience ou le même. نصيحة الخوت بالنسبة للسيفي ديما شوف لا ديسكريبسيون ديال لومبلوا وتبازا على هاد الشي اللي كاتبين لك هنا باش دير السيفي تاعك بور لي طاش اللي درتي في لو باسي. دونك باش تتانسبيرا وتكتب لي ميم موكلي اللي هما طالبين سايد باش تعاون السيفي ديالك يطلع بلوس كو ان اوتر ان شاء الله. دونك هادي نصيحة بالنسبة للبوستولي تدير بوستولي على سيت اوفر لومبلوا ولا بارطاجي افيك ان امي الا بغيتي تبارطاجي معاه. Voilà, vous êtes comme les démarches de l'inscription, comme d'habitude, les données personnelles, les données professionnelles, le CV, la lettre de motivation, et tu confirmes l'envoi direct. Donc, blâme trop parce que sinon, tu as tout la vidéo. Donc, à deux la vidéo, à deux mois, on va les Québec, Inch'Allah, et qu'on est à Montréal, Ben Sbennes, les Mithmin, la conception des jeux vidéo et fait visuel. فوالا الى عجبك لا فيديو حاول تبارطاجي مع الناس اللي في هذا الدومين اللي محتاجين باش يهاجروا كندا لانها فرصه لا تعوض عقود عمل بالمجان وغادي ان شاء الله تخليهم باش يقدروا يهاجروا لكندا عن طريق هذا عقد العمل لمده سنتين. دونك نتمنى لكم التوفيق كامل الدراري. شكرا على المتابعه ديالكم. خلي كومونتير باش نشوف دوتر سوجي او دوتر ميتي اللي باغيين نهضر عليها ونقلب عليها. خليهم لي في كومونتير ومرحبا بكم دائما في قناة طريق النجاح كندا اللي في الانستغرام. راني تنجاوب الناس اللي عندهم مشاكل في السي في او الحياة اليومية او بزاف معلومات اخرى تنبارطاجيها في الانستغرام اللي هي دي بتيت كابسول. دونك حاولوا تدخلوا طريق النجاح كندا. مرحبا بكم كاملين يا دراري. شكرا لكم على وفاء ديالكم والى حلقة اخرى ان شاء الله. مع السلامة.